شهيتي حلوة د لاكريم وما كتنجحش ليك الجينواز، هادي ليك اسهل واسرع حلوة د لاكريم على الاطلاق وبلا فران. طرطة العشر دقائق بالفواكه الموسمية من القليل حضري الكثير مع كريمة روعة. لهذا سيدتي تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكالعادة الله يسهل عليكم والله يجزيكم بخير، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم للتشجيع فقط ومن البارتاج باش تعمل فائدة على الجميع. ومرحبا ومية الف مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مرة كينضموا لقناتي وعجبهم اكيد المحتوى، فعليهم ان يفعلوا جرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناه سكينه السوريه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم ما نساوش نصليو على النبي عليه افضل الصلاه والسلام ونبداو بركه الله بالمكونات والمقادير وطريقه التحضير ونقولوا بسم الله. واول حاجه عندي هنايا كريمه ديال هولالا هي اللي كنستعمل، ممكن تخدموا باي كريمه مفضله عندكم، ممكن ديروا حتى البودره ديال شونتي مع كاس ديال الحليب بارد او كاس ديال الماء يكون بيان كلاسي بارد مزيان مزيان. عندي هنايا نصف لتر من الكريمه ديال هولالا اللي خليتها كتبرد مزيان مزيان في المجمد تقريبا واحد نص ساعه باش كطلع لينا القوام ديالها بسرعه. كنطربوا الكريمه ديالنا مزيان مزيان بالنسبه للاضافات او النكهات اللي غنضيفوا لهاد الكريمه هذه باش ما تبقاش كيف ما هي. بالنسبه للهولالا راه كتكون فيها واحد النسبه ديال السكر معتدله، و الا درتوا البودره ديال الشونتي كديروا اللي كتكون مسوسه كديروا السكر على حسب الرغبه، من الاحسن ديروا خدموا في السكر كلاصي ما تخدموش بسنيده. كيف ما كتشاهدوا انا بالنسبه للنكهات او الذوق باش نبدل هاد الذوق ديال هاد الكريمه هذه ضفت ثلاثه ديال المعالق كبار من الجبن، ممكن تخدموا جبن جبلي او فيلادلفيا او ممكن ديروا حتى الجبن المربع ديال كيري واحد ربعه ديال الكريات، او ديروا واحد ياغورت داك اللي كيكون مكتوب فيه الجبن او كريمي باي نكهه كتفضلوا، ممكن ديروا حتى لاغوم ديال الحامض او ديال الفرومبواز او اي نكهه كتفضلوا. بعد ما كنطلع الكريمه ديالي مزيان مزيان كنوضعها جانبا ونمروا الان للمرحله المواليه. عندي هنا هذا البسكوي ديال لي شارلوت او لي بودوار او بسكوي ديال تيراميسو، خديت هنايا جوج علب، كل علبه فيها جوج حصص، ممكن تخدموا غير بعلبه وحده اللي كيكونوا فيها جوج حصص اي غديروا جوج طبقات ديال فهاد لاطارت. انا درت ثلاثه ديال الطبقات لهذا خديت جوج علب كفوني ثلاثه ديال الحصص، كل حصه كتوازن طبقه واحده، يعني بالنسبه للقطر ديال هاد الاطار هذا ما بين 20 حتى 22 سنتيم، ما تزاوجوش باش يكفيكم هاد المكونات وهاد المقادير. كناخذوا هاد لي بودوار او هاد لي شارلوت، الصوره راها معبره، كندوزوهم في شويه ديال الحليب اللي ضفت له شويه ديال نكهه الفاني، ممكن تخليو غير الحليب هكا عادي، ممكن دوزوه حتى في عصير ديال البرتقال لكم الاختيار. كندوز داك الاصابع ديال البسكويت لي بودوار او لي شارلوت او تيراميسو كل واحد واش كيسميه، وكنوضعهم يعني كنصففهم بهذه الطريقه هذه. من الاحسن الا عندكم هذا السيركل هذا ممكن تخدموا مربع او بالدائري، الدائري غتبقاو تقطعوا في هذا لي بسكوي باش يجيكم تقده وحده. بالنسبه انا خدمت بالمربع باش ديريكت غير كنسقيهم او كنفزقهم او كنشمخهم وكنستفهم على هذا الشكل هذا. كيف ما شاهدتوا معايا كنديرهم ثلاثه ديال الطبقات، ممكن ديروا غير زوج طبقات وانتم لكم الاختيار. انا بغيتها تجيني عاليه واحد شويه، لهذا درت ثلاثه ديال الطبقات ما بين الكريمه وما بين لي بسكوي. الطبقه الاخيره كنقاد هنايا الكريمه وكنوضعها في الثلاجه بيد ما نقاد الديسير ديالي. بالنسبه للديسير دابا راه موجود وهذا هو الموسم ديالو، دائما كتبقى لينا حبه 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 من الحاجه، علاش لا ما نصيبوش واحد الطورطه ديال الفواكه كتجي خطيره في المذاق. عندي هنايا حبه وحده ديال الكيوي هي كنتوفر عندكم، انا شريت جوج حبات بخمسه ديال الدراهم، ممكن نتوما ديروا اي حاجه ديال الفواكه. كذلك خديت هنايا واحد حبه ديال الشهديه وحبه ديال الخوخ، واحد 10 ديال الحبات ديال العنب ممكن الخضر او الكحل، حبه ديال البرتقال وموزه واحده. ممكن ديروا الكرموس، ممكن ديروا اي نوع ديال الفواكه متوفر عندكم، حتى الجوج ولا ثلاثه ديال الانواع ديال الفواكه. بالنسبه للتحضير ديال الديسير كيف ما كتشاهدوا الصوره راها معبره، قطعنا الكيوي وقطعنا الخوخ والشهديه،
قطعنا كذلك الليمون، خدينا غير اللب ديالو، كذلك عندي غير نص بنانه فقط اللي قطعت على شرائح، وعندي هنايا حبه ديال المونك خديت غير الجناب ديالها غير قطعه صغيره اللي قطعتها على هذا الشكل هذا باش كنضيفها للتزيين مباشره. غير كنوجد الديسير ديالي كنمشي نزين به باي طريقه بغيتو، يعني نتوما كتصفوا هذا الديسير اللي وجدتو باي طريقه نتوما كتفضلوها، يعني ما فيهاش بزاف ديال التكنيك او بزاف ديال التعقيدات، في 10 دقائق كتوجد، يعني داك 3 دقائق باش كنطلعوا الكريمه، واحد 3 دقائق باش كنصفوا داك الكريمه مع البسكوي، وصافي وكنوجدوا الديسير ديالنا وكنستوى، يعني في 10 دقائق كتكون الطرطه ديالنا واجده بلا فران بلا بيض بلا كثرة المكونات والمقادير. كيف ما كتشاهدوا درت هنايا العنب، درنا البنان، ما بغيتش ندير التفاح لان التفاح دغيا كيتاكسد، ممكن ديروه، ودرت هنايا تقطعات ديال المونغ، كذلك عندي هنايا ما بين الخوخ والشهديه، الخوخ حيدت له القشره ديالو حيت كتكون سميكه، والشهديه خليت ليها القشره ديالها باش كتعطيني هذا الغابيل ديال الالوان. عندي هنايا الكيوي اللي قطعته شرائح، نص وحده قطعتها شرائح ونص الثاني كيف ما شاهدتم شكلته هكا على شكل وريضه. عندي هنايا البرتقال، شوفوا نتوما راه غير حبه حبه ما كاملاش، راه غير نص حبه ديال الخوخ ونص حبه ديال البنان وعشرة الحبات ديال العنب وواحد نص حبه ديال البرتقال، تبارك الله ما شاء الله راه شاط ليا الخير من هاد الديسير. غندير به واحد عصير ديال الباناشي، نزيد له شويه ديال عصير ديال الليمون وندير به الباناشي. داك الفواكه اللي شفتو في الاول راه كلها بقى ليا منها اكثر من النصف، درت به عصير. وعندي هنايا هذا ماطيشه سوغيز اللي سبق لي واحد درتها معاكم، غنخليها لكم في رابط صندوق الوصف اللي كنحنا نزينوا بها الحلو والمالح. وهذه هي التورته ديالنا. في الاخر دهنت بواحد البانس واحد شويه هاد الديسير ديالي بشويه ديال الناباج اللي غنخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف، ناباج صنع منزلي يبقى حتى لشهر بلا ما يفسد غير في الثلاجه. وكيف ما كتشاهدوا معايا هذه هي التورته ديالنا اللي كنحضروها في وقت قياسي بمكونات ان شاء الله تكون متوفره في كل بيت، بلا فران بلا جينواز. الناس اللي ما كتصدقش معاهم الجينواز عفوا، هذه كتجيب مثابه الجينواز، ما غتفرقيش بينها وبين الجينواز نهائيا، لان داك البسكويت تيراميسو ملي كنلبيوه في عصير البرتقال او في الحليب كيزيد يهشاش ويرطب، كيجي رائع جدا. وشوفوا معايا القوام ديالها كتذوب في الفم ذوبان. انا راه ميم با داك الساعه قطعتها قدامكم، ممكن تخليوها ترتاح واحد نص ساعه او ساعه كان احسن، يعني منين تقادوا ليها الديسير ديالها او قبل ما تقادوا ليها الديسير تخليوها ترتاح واحد الساعه عاد ديروا ليها الديسير ودهنوها بالناباج وتقدموها مباشره، يعني كامور وجبه غداء او عشاء يكون خفيف ظريف، علاش لا، او الضيوف ديالنا ديال العشيه مع عصير كتجي خطيره جدا في المذاق. نتمنى ينال اعجابكم لا فيديو ديال اليوم، وما تنساوناش من اللايك ديالكم للتشجيع فقط ومن البارطاج علاش لا باش تعمل فائده على الجميع. ومرحبا بكم دائما مع السهل والسريع على قناه سكينه الصويريه، ودمتم في رعايه الله.